أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأشرقت الأرض بنور ربها. صدق الله العلي العظيم. لازلنا في أيام العشرة المهدوية المباركة، للذكرى السعداء العطرة الألف ومائة وأربع وثمانين من مولد خاتم الأوصياء بقية الله الأعظم الإمام الحجة ابن الحسن المهدي من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. هناك معلومات عامة كثيرة مرتبطة بهذا الحدث العظيم الكبير، هذه النعمة الكبرى التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على البشر بل على أهل الدنيا. لا بأس أحيانا الإنسان يتوقف عند هذه المعلومات العامة. بحثنا اليوم ليس بحثا علميا، إنما وقوف عند بعض هذه المعلومات المرتبطة بهذا الحدث الكبير العظيم. أولا، بعض الشخصيات ممن كانوا حول هذه القضية أمه السيدة نرجس، ولها أسماء أخرى لعله من جملة أسمائها سوسن، صيقل أو صقيل، ريحانة وأمثالها من الأسماء المباركة. السيدة نرجس عليها السلام أخبرها الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه بما سيجري بعد وفاته على ولدها وولده. من المحن والغيبة والغربة، فبكت السيدة نرجس وطلبت من الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله كي لا ترى تلك المصائب على ولدها وأن تموت في حياة الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام. فدعا لها الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام
وبالفعل السيدة نرجس توفيت قبل أيام من استشهاد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهما في سنة 260 للهجرة، ودفنت، كثير منكم تشرفتم إلى سامراء المقدسة، دفنت خلف الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من الشخصيات ممن حول هذه القضية السيدة حكيمة عمة الإمام العسكري بنت الإمام الجواد صلوات الله عليهم. السيدة حكيمة هي الشخصية الوحيدة من البشر التي حضرت مولد الإمام بقية الله أرواحنا فداه. السيدة حكيمة لها شأن عظيم جدا، من النساء المميزات من بنات المعصومين عليهم الصلاة والسلام. بنات المعصومين عظيمات جليلات، هذه السيدة الجليلة من عظيماتهن، وكانت صاحبة أسرار ولها دور السفارة لفترة في حدود في إطار معين، تعتبر من السفراء للناحية المقدسة. من الشخصيات ممن حول هذه القضية جدة الإمام صاحب الأمر أم الإمام العسكري صلوات الله عليهم. أيضا هذه المرأة الجليلة كانت لها أدوار مهمة قبل مولد الإمام أرواحنا فداه وبعد مولده وحتى بعد استشهاد الإمام العسكري، أيضا تعتبر من السفراء التي ألقيت إليها بعض المهام، بل ورد في حديث شريف أنه كما أن السيدة زينب كانت تنسب لها القضايا والأحكام الشرعية التي تصدر من الإمام زين العابدين كانت تنسب إلى السيدة زينب لفترة حفاظا على حياة الإمام زين العابدين بعد استشهاد سيد الشهداء صلوات الله عليهم. هكذا كان ما يخرج من الناحية المقدسة تنسب إلى أم الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام كباب من القضايا والأحكام الشرعية وإدارة الأمور التي تصدر من الناحية المقدسة كانت هي البوابة، أو من السفراء حسب التعبير المصطلح عليه، كانت من السفراء أيضا لفترة وفي إطار محدد. النقطة الثانية، الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام في بداية المولد الشريف للإمام صاحب الأمر أرواحنا فداه لم يظهر مولد الإمام عليه الصلاة والسلام إلى 3 أيام. الذي علم بمولد الإمام كان فقط وفقط هو الذي كان موجودا في دار الإمام، طبعا أمه وأبوه واضح، والسيدة حكيمة عمته، وخادم وخادمة فقط وفقط، ولم يعلم بذلك أحد من البشر. بعد 3 أيام من مولده الشريف أظهر الإمام العسكري ولده بقية الله صلوات الله وسلامه عليهما لبعض خواص الشيعة. كان عمر الإمام يعني مثل هذا اليوم حسب الظاهر، في اليوم 17 من شعبان أو بعد 3 أيام يعني في اليوم 18 من شعبان، أحضر الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام مجموعة من خيرة الشيعة من الخلص، وجاء أمامهم بولده الذي كان في 3 أو 4 من عمره الشريف. طبعا صدرت معاجز من الإمام بقية الله أرواحنا فداه تكلم، وهذا شيء سهل بالنسبة إليهم، وفي أجداده هذا الشيء موجود. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في اليوم 3
بعد مولده الشريف تكلم. هذه القضية قضية بالنسبة إلى أهل البيت قضية سهلة جدا. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أعظم من الأنبياء بالنصوص الشريفة الكثيرة باستثناء خاتم الأنبياء الذي هو سيدهم صلوات الله عليهم أجمعين، صلى الله على محمد وعلى آله. والأنبياء بعضهم تكلم في المهد، عيسى بن مريم تكلم في المهد، القضية سهلة. وعند المؤمنين عند الشيعة لا عجب من ذلك. ثم في اليوم السابع من مولده الشريف عق الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام عقيقات كثيرة جدا بواسطته وكلائه طبعا في بلاد الشيعة بالمئات من العقيقات. الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام عقها عن الإمام صاحب الأمر أرواحنا فداه لأسباب وأسباب، من جملة الأسباب هي الأثر العقيقة، الأثر المهم للعقيقة بالنسبة للمولود. بالإضافة إلى ذلك أن هذا الطعام الذي وزع على المؤمنين هذه بركة دخلت بيوت آلاف من المؤمنين، هذه عقيقة الإمام صاحب الأمر أرواحنا فداه، ليست شيئا سهلا. بالإضافة إلى أن هذه القضية كانت بمثابة إخبار للشيعة بمولد الإمام بقية الله أرواحنا فداه كي لا يضيعوا بعد الإمام العسكري، بعد استشهاد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهم. النقطة الأخرى، هناك كلمة كثيرا ما تقال من قبل كثير من المؤمنين، تصور خاطئ في غيبة الإمام صاحب الأمر أرواحنا فداه. يقال سرداب الغيبة، السرداب الموجود في حرم الإمامين العسكريين عليهم الصلاة والسلام، هذا السرداب يسمى من قبل بعض المؤمنين بسرداب الغيبة. هذه التسمية تسمية غير صحيحة. سرداب الغيبة يعني السرداب الذي غاب فيه الإمام صاحب الأمر أرواحنا فداه، هذا شيء غير صحيح، هذه المعلومة غير صحيحة. الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين له الفداء ولد غائبا، ما غاب في سرداب، منذ الولادة كان غائبا. غيبة الإمام أرواحنا فداه ابتدأت منذ ولادته. نعم هذا السرداب سرداب مقدس، سرداب له قيمة، هذا السرداب كان موجودا منذ زمن الإمام الهادي والإمام العسكري، هذا السرداب كان في دار الإمام الهادي والإمام العسكري جزء من دارهم، هذا السرداب كان محل لعبادة الإمامين الهادي والعسكري. ومن بعده من بعد الإمام العسكري في زمن الغيبة أيضا هذا السرداب لعله من الأماكن التي يتعبد فيها الإمام أو كان يتعبد فيها الإمام صاحب الأمر. السرداب سرداب مقدس لا شك، له مكانة عظيمة، له شأن عظيم لا شك. الإنسان يذهب إلى هناك يتوسل بالإمام صاحب الأمر أرواحنا فداه، مكان عظيم مميز. ولكن التسمية بسرداب الغيبة هذه التسمية تسمية غير صحيحة، الإمام ما غاب في السرداب الشريف، إنما ولد غائبا. غيبة الإمام أرواح العالمين له الفداء ابتدأت منذ ولادته، يعني في النصف من شعبان، في 15 من شعبان سنة 255 للهجرة على المشهور، واستمرت بالضبط 74 سنة، استمرت إلى وفاة النائب الرابع للناحية المقدسة وهو علي بن محمد السمري. علي بن محمد السمري توفي أيضا في النصف من شعبان من سنة 329 للهجرة، يعني بالضبط فترة الغيبة الصغرى استمرت 74 سنة. ومن ذلك اليوم من النصف من شعبان سنة 329 للهجرة ابتدأت الغيبة الكبرى، هذه الغيبة المظلمة، الغيبة المهلكة، أعاذنا الله سبحانه وتعالى من الهلاك في أدياننا. هذه الغيبة الصعبة الصعبة استمرت إلى الآن 1110 سنوات،
إن استمرت الغيبة إلى السنة القادمة في النصف من شعبان تتم 1111 سنة. 1111 هذه الفترة الطويلة في الغيبة الكبرى التي حدث فيها ما حدث. النقطة الأخرى فيما يرتبط بالنواب للناحية المقدسة، الوكلاء الذين كانوا في فترة الغيبة الصغرى عددهم كبير، لعله بالعشرات، كان هناك شخصيات وجهاء هم وكلاء الناحية المقدسة بالعشرات. أما النواب الوكلاء ما كان بينهم وبين الإمام أرواح العالمين له الفداء ارتباط مباشر. النواب كان بينهم وبين الإمام أرواح له الفداء ارتباط مباشر. النواب هم 4 فقط الذين كانوا هم الواسطة بين الوكلاء وبين المؤمنين، بين الشيعة وبين الإمام أرواح العالمين له الفداء، وكلاء بصورة مباشرة يلتقون بالإمام أرواح العالمين له الفداء. هؤلاء 4، أولهم عثمان بن سعيد العمري، والثاني ابنه محمد بن عثمان بن سعيد أبو جعفر، والثالث الحسين بن روح أبو القاسم، والرابع علي بن محمد السمري أبو الحسن. هؤلاء هم النواب 4. في فترة النائب الأول عثمان بن سعيد ويكنى بأبي عامر ما كانت هناك مشكلة كبيرة في قضية النيابة. عثمان بن سعيد هو وكيل الإمام الهادي، ومن بعد استشهاده وكيل الإمام العسكري، فالشيعة تعودوا على وكالته، على مقامه، على قربه من المعصومين عليهم الصلاة والسلام. فعموما ما حدثت مشكلة كبيرة في صفوف الشيعة في قضية النيابة في فترة عثمان بن سعيد. من بعده بدأت المشاكل، والمشاكل ما كانت مشاكل من صغار، طبعا كانت مشاكل من صغار، ولكن المشاكل كانت، بعض هذه المشاكل كانت من الكبار. في فترة محمد بن عثمان العمري النائب الثاني خرج من خرج، قال من قال، من جملتهم أحمد بن هلال العبرتائي عليه لعائن الله، ورد لعن شديد جدا بالنسبة إلى هذا الشخص من الناحية المقدسة. أحمد بن هلال شخصية مرموقة، عالم فقيه كبير، انحرف، لعله كان يتوقع النيابة من الناحية المقدسة لنفسه، فرأى النيابة لغيره، ما تحمل، كفر بالله عز وجل، وصنع ما صنع وحرف مجاميع من الشيعة. من بعد النائب الثاني النائب الثالث، ولعله هو الأشهر عند الشيعة، الحسين بن روح، أيضا حدثت مشاكل، أيضا بعضها من الكبار. ابن أبي العزاقر الشلمغاني، اسم غريب لعله، هذا كان من كبار الشخصيات، من الدرجة الأولى من شخصيات الشيعة كان يعد ابن أبي العزاقر. ولعلمكم الحسين بن روح النائب الثالث في عيون الناس كان في ذلك الزمن من الدرجة الثانية، يعتبر، ما كان يعتبر من الشخصيات الدرجة الأولى للشيعة. شخصيات الدرجة الأولى هم فئة كانوا، الحسين بن روح ما كان من الشخصيات من الدرجة الأولى في عيون الناس، ولكنه عين من قبل الإمام أرواح نافذة. البعض ثبت، البعض من الشخصيات الكبار، والبعض انحرف كنموذج من المنحرفين ابن أبي العزاقر الشلمغاني. انحرف انحرافا كبيرا وحرف معه، وكان يؤول الكلمات، عالم منحرف. وثبت بعض العلماء الأتقياء، ثبت وصمد، أحدهم جعفر بن أحمد ابن متيل،
هذا كان يعتبر في عيون الناس هو النائب الثالث، يعني الناس كانوا ينظرون إليه بأنه سيعين من قبل الناحية المقدسة هو النائب الثالث. أولا لشخصيته الكبيرة، جعفر بن أحمد بن متيل شخصيته الكبيرة بين الشيعة، فقيه كبير من الدرجة الأولى يعتبر. ثانيا لقربه من النائب الثاني، النائب الثاني محمد بن عثمان بن سعيد العمري كان لفترة من حياته لا يأكل إلا من الطعام الذي يطبخ في بيت جعفر بن أحمد بن متيل، لنزاهته لاحتياطه، شخصية مرموقة كان. والنائب الثاني كان قريبا منه جدا، وهو قريب من النائب الثاني جدا، هو وأبوه جعفر بن أحمد بن متيل وأحمد بن متيل الابن والأب، كان قريبين جدا من النائب الثاني، وشخصيات كبيرة. فكان المتوقع أن يعين من قبل الناحية المقدسة بعنوان النائب الثالث في جلسة، محمد بن عثمان العمري النائب الثاني قرأ في محضر من وجوه الشيعة. جعفر بن أحمد بن متيل كان جالسا عند رأس العمري النائب الثاني، الحسين بن روح كان جالسا عند قدمه، مجموعة من وجوه الشيعة كانوا موجودين في محضره. فقرأ عليهم التوقيع الصادر من الناحية المقدسة بتعيين الحسين بن روح نائبا ثالثا له. بمجرد أن قرأ هذا الكتاب الشريف من الناحية المقدسة، قام جعفر بن أحمد بن متيل الذي كان جالسا عند رأس العمري، قام ذهب إلى الحسين بن روح، أخذ بيده، أجلسه عند رأس العمري وهو جلس عند قدميه. خلاص هذا الشخص عين من قبل الإمام أرواحنا فدا، هو شخصية في عيون الناس أكبر من الحسين بن روح، فليكون الحسين بن روح عين، انتهت القضية. بعضهم هكذا ثبت. أبو سهل النوبختي أيضا أحد الوجوه الكبيرة للشيعة في ذلك الزمن، كان أيضا البعض يتوقع أن يعين النائب الثالث. عندما عين الحسين بن روح سئل من أبي سهل النوبختي، قيل له لماذا عين هذا؟ أنت أعظم، أنت أفضل منه. فقال مضمون كلامه أنه ما دام عين الحسين بن روح فاعلموا أنه أفضل مني. لماذا؟ لنفرض ما علمنا ما هو السبب، ولكن عين من قبل الإمام فهو الصحيح، فهو أفضل مني. ومن فضله عليّ، قلت لكم لاحظوا الظرف، أبو سهل النوبختي من الدرجة الأولى من الشخصيات في عيون الناس، الحسين بن روح من الدرجة الثانية يعتبر. قال أبو سهل النوبختي في حق الحسين بن روح أنني من الفوارق بيني وبينه، بين الحسين بن روح، أنني إن جعلت، مضمون كلامه، إن جعلت في ضغط شديد في شدائد قد أتفوه ببعض الأسرار، لا أعلم أنني أتمكن من الصمود في الشدائد الصعبة أم لا، لا أعلم. وأنا أعلم بأن الحسين بن روح لو كان الإمام أرواحنا فداه تحت ثوبه وقرض الحسين بن روح بالمقاريض ليقول لهم أين الإمام، أين مكان الإمام، لما رفع ثوبه عن الإمام، هكذا صامد لو قرض بالمقاريض، وهذا فضله عليه. طبعا فترة الحسين بن روح كانت فترة إجمالا طويلة، 21 سنة فترة نيابته عن الناحية المقدسة. توفي وعين قبل وفاته بأمر الإمام أرواحنا فداه علي بن محمد السمري. فترة علي بن محمد السمري كانت فترة إجمالا قصيرة، 3 سنوات تقريبا. ومن اللطائف أنه علي بن محمد السمري ذات يوم جالس في بغداد فاسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا ماذا حدث؟ قال الآن علي بن محمد السمري في بغداد، قال الآن توفي علي بن بابويه في قم. علي بن بابويه والد الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليهم. استغربوا، أينه من علي بن بابويه؟ علي بن بابويه في قوم آلاف الكيلومترات.
ما كانت أجهزة تلفونات ما تلفونات، الخبر كان يصل خلال أسبوع 10 أيام من قم إلى بغداد. فسجلوا اليوم والساعة، بعد 10 أيام تقريبا الخبر وصل أنه في اليوم الفلاني الساعة الفلانية توفي علي بن بابوي. هو أيضا بعد فترة قصيرة من وفاة علي بن بابوي في نفس تلك السنة سنة 329 في محضر من الشيعة قرأ عليهم الكتاب الأخير الذي صدر من الناحية المقدسة في فترة الغيبة الصغرى. في هذا الكتاب الإمام أرواح العالمين له الفداء كتب له السمري رضوان الله تعالى عليه أنك ستموت بعد 6 أيام، ولا توصل أحد ولا تعين من بعدك أحد، بعد وفاتك ستبدأ الغيبة الكبرى، مضمون الرسالة الشريفة. وبالفعل بعد 6 أيام وبالضبط في اليوم النصف من شعبان في سنة 329 توفي أبو الحسن علي بن محمد السمري، وابتدأت الغيبة الكبرى منذ ذلك الزمان. أختم كلامي ببعض الأحاديث الشريفة المرتبطة بزمن الغيبة، بفترة الغيبة. الحديث الشريف الأول في الكافي الشريف عن أبي بصير، هذا السؤال سأله، هذا السؤال نسأله أيضا نحن، كل مؤمن يسأل هذا السؤال. قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه: جعلت فداك متى الفرج؟ الغيبة صعبة جدا، ولكن هناك بشارات، بشارات للمؤمن في كل زمن. قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: جعلت فداك متى الفرج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بصير، وأنت ممن يريد الدنيا، أنت فكرك عن الدنيا أو فكرك عن القيامة عن الآخرة؟ هذا استفهام استنكاري. طبعا أنت لست من أهل الدنيا، أنت لست مع الدنيا، فكرك ليس في الدنيا، أنت تفكر في شيء أعظم من الدنيا. يا أبا بصير، وأنت ممن يريد الدنيا؟ طبعا لا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من عرف هذا الأمر. أنت تسأل عن الفرج؟ أنا أقول الفرج لمن؟ من عرف هذا الأمر فقد فرج عنه لانتظاره. أنت منتظر للإمام، المنتظر للإمام في فرج أم لا في فرج؟ أنت فرج عنك. إذا القضية قضية دنيوية، نعم أنت في صعوبات، وكانوا المؤمنون كانوا في صعوبات، لا أقول منذ مولد الإمام، لا أقول منذ زمن النبي، أقول منذ بداية خلق البشر المؤمنون كانوا في صعوبات. قضية هابيل وقابيل ما هي؟ هذه في بدايات خلق البشر. هابيل كان مؤمنا، صار في صعوبات أم لا؟ قتل منذ ذلك الزمن. تفكر في الدنيا أم تفكر في الآخرة؟ إن كنت تفكر في الآخرة فأنت في فرج، أنت فرج عنك. لماذا فرج عنك؟ لانتظارك، أنت منتظر. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. أنت عندك أفضل أعمال فأنت في فرج؟ نعم أنت في فرج. من عرف هذا الأمر فقد فرج عنه لانتظاره. حديث شريف آخر، حديث صحيح عن زرارة، صحيح السند قصدي يعني، عن زرارة عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال له الإمام عليه الصلاة والسلام: اعرف إمامك. بين قوسين كل شيعة يعرفون إمامهم،
ولكن المعرفة ليست درجة واحدة. الطفل في الثالثة في الرابعة من عمره يعرف أن الله واحد، صحيح أم لا؟ أطفالنا أطفال المؤمنين. تسأل من عن الله سبحانه وتعالى يقول واحد، وأنا أيضا أعرف أن الله واحد، وعلماؤنا يعرفون أن الله واحد، وكبار العلماء يعرفون أن الله واحد. درجة المعرفة كم هي مختلفة بين معرفة ذلك الطفل ومعرفة أكبر العلماء؟ درجة المعرفة مختلفة كثيرا جدا. الله واحد ذاك إجمالا يفهم شيء، هذا الذي يفهمه عالم تتبع الأخبار الشريفة معرفته عالية جدا. المعرفة درجات كبيرة. معرفة الإمام، اعرف إمامك، أنا أعرف من هو الإمام، خلاص هذه درجة من درجات المعرفة. الإنسان يرتقي في معرفة الإمام أرواحنا فداء. كما أننا لا يمكن أن نعرف الله سبحانه وتعالى إلا بالرجوع إلى النصوص الشريفة الواردة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كذلك بالنسبة إلى معرفة الإمام نحتاج إلى الرجوع للنصوص الشريفة. من هو الإمام؟ عفوا أقول هذه الكلمة، 90% من المؤمنين من الشيعة بعض الأمور التي وردت في الروايات الشريفة في العشرات من الروايات الشريفة لا يعرفونها عن إمامهم. عندهم أصل المعرفة ولله الحمد، هذه المعرفة التي تنقذ موجودة، ولكن بدرجة دانية. الرجوع إلى الروايات الشريفة، اعرف إمامك، فإنك إذا عرفته لم يضرك. عرف الإمام خلاص ماكو ضرر عليك، تقدم هذا الأمر أو تأخر نطلب تعجيل الفرج، ولكن لم يضرك، أنت في خير ما دمت تعرف إمامك. لا أقول معرفة إجمالا مقبولة، لا أقول على الدرجات، لم يضرك، تقدم هذا الأمر أو تأخر ندعو بتعجيل الفرج أولا للإمام أرواحنا فداه، ذاك مأمور به، أمرونا بالدعاء لتعجيل فرج الإمام أرواحنا فداه. نطلب الفرج لأنفسنا أيضا هذا شيء حسن، ولكن اعرف إمامك لم يضرك. في أيام المولد الشريف، الرواية الثالثة لا أقرأها، حزينة جدا. فقط أقول مقطع من هذه الرواية الشريفة. الإمام أرواح العالمين له الفداء، في محن، إحدى محنه، محنه كثيرة كثيرة جدا جدا، إحدى محنه أنه غريب. لعل بعضنا جرب ألم الغربة، يوم واحد من الغربة صعب. إنسان يكون في مكان غريب ليوم واحد، الإمام اليوم، أنا كل ما أنظر إلى هذا الرقم قلبي ينقبض. اليوم 1184 سنة الإمام، لا استثنى فترة أبيه 5 سنوات. اليوم 1179 سنة الإمام غريب، غريب غريب. ندعو الله سبحانه وتعالى، أول دعاء لنا، لا أقول أول دعاء لنا اليوم، أول دعاء لنا بعد كل صلاة، أول دعاء لنا في المجالس الحسينية المباركة التي يستجاب فيها الدعاء،
أول دعاء لنا في ليالي القدر، أول دعاء لنا في ليلة النصف من شعبان، أول دعاء لنا في كل ظرف يكون الإنسان قريبا إلى الله سبحانه وتعالى، أول دعاء لنا دعاء بتعجيل فرج الإمام، أن يخرج الإمام من هذه الغربة. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات مولده الشريف، بحقه على الله الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه، بمكانته عند الله، بحب الله له، بحبه لله سبحانه وتعالى، اللهم بحقه وبحق آبائه الطاهرين صل عليهم أجمعين، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل له الفرج وسهل له المخرج، اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا، أعطه ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، أنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.